هو اللي يحكمنا الله يسلمك. المادة 15 من الفقرة با ينظم القانون إعفاء الدخل الصغيرة من الضرائب بما يكفي عدم المساس بهم. ممكن يوضح لنا وزير العمل العوائل أو الأسر اللي تنعفي من الضرائب، وهي الدستور اللي يقوله، مو بحنا اللي نقوله، وإحنا نحتكم للدستور. هل الأسر هذه عفاها من الرسوم اللي كانت 5%؟ إحنا نبي يوضح طال عمرك لنا العوائل أو الأسر الفقيرة اللي ما يمسها، وهذا القانون يقول، مو بوعنق اللي يقول ولا المجلس اللي يقول، كم عائلة اللي تحتكمها وتكون مصدها المساس بالضرائب؟ أعتقد الشعب البحرين كلهم دفعوا ضرائب، ما تشوف وزير العمل وقف وتكلم وقال هذه الفئة ما تصيدها الضرائب، والدستور هو اللي يقول لك إنه ما يمسها، ما تمسها هذه الضرائب. وين وزير العمل عنهم؟ احنا الحين بصدد الضمان الاجتماعي وليس مشروع الضريبه. هذه الضمان طال عمرك غير عيل بعد. ايه؟ هذه الضمان طال عمرك لان بنتكلم في الضريبه ان شاء الله. تبين بعد بندش في الجاي. ثاني شيء خليه يعدد لنا اللي يحصلون دعم منهم. كم العوائل اللي تحصل الدعم من الدستور؟ ثاني شيء رد تكلم قال احنا بنقعد ويا المجلس، ميزانيتين نفس الحكي ونفس الموسيقى نسمعها. بنقعد ويا المجلس بنقعد، بعد اي ميزانيات حق المجلس اللي بيقعدون وياها؟ ما في ميزانيات غير. جات الميزانيات وراحوا وما قعدوا ويا المجلس. وين اللجان اللي بيفعلونها ويا الماليه ويا الخدمات يكون يفعلونها حق خدمات؟ ما مش. بس مجرد ان شاء الله وفي المستقبل، في المستقبل. اي مستقبل إذا ذيك الأيام تكلموا قالوا فقير اشتري سيارة، الحين حتى سيكل ما بيشتري الفقير. شكراً.